السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. مصالح الشرطة لأمن دائرة بئر الجير تلقي القبض على مزوري على تأشيرات الدخول إلى المقابلة الودية الجزائر. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.